نتحول الآن إلى الزملاء من شبكة مراسلي القاهرة الإخبارية في عدد من الولايات الأمريكية، وبالطبع هي كلها من الولايات المتأرجحة. أرحب من بنسلفانيا برامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، وكذلك أرحب من ويسكونسن بممدوح أبو الغنم مراسل القاهرة الإخبارية، ومن ميشيغان ياسر نور الدين. زملائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم جميعا. ياسر، أبدأ معك، يعني وأنت في ميشيغان، كيف هي الأحوال، كيف هي الأوضاع، المعركة الانتخابية كيف تبدو لك في واحدة أيضا من أهم الولايات المتأرجحة؟ خالص التحية لك عمرو وللسادة المشاهدين. بالفعل ولاية ميشيغان من الولايات المتأرجحة الهامة للغاية، هناك استقطاب كبير كما نتابع سويا والسادة المشاهدين ما بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس على أصوات خاصة العرب والمسلمين، العرب بشكل عام والمسلمين بشكل خاص، حيث أن الكثافة العددية لهذه الأصوات قد ترجح كفة عن كفة أخرى. أنا الآن متواجد في مدينة ديربون، هذه المدينة الكبيرة والتي بها أعداد غفيرة من الجالية العربية والمسلمة. كان هناك يعني منذ أيام قليلة كان هناك لقاء للرئيس دونالد ترامب مع أبناء الجالية العربية والإسلامية، وقاموا أو قام بعضهم بتأييده على الملأ، ووضعوا له 5 من النقاط عمرو ليقوم بتحقيقها، كان أبرزها هو القضاء على الحرب في غزة وأوكرانيا، وكذلك أيضا أن يتم مراعاة الأطفال المسلمين في المدارس، وكذلك التعامل بشكل يعني أفضل معهم. وخرج ترامب وقال بأن هؤلاء لا يريدون شيئا إلا السلام. إلا أنه عندما جئت إلى هذه المدينة وصرت أقوم ب يعني لقاءات مع بعض وأبرز المتواجدين هنا، وجدت أن هناك يعني تمزق في هذه الجالية الكبيرة، منهم من يذهب إلى ترامب ومنهم من يذهب إلى كاميلا هاريس، لكن الأبرز أيضا أن هناك فئة بعينها لا تذهب إلى هاريس ولا ترامب، بل تذهب إلى جيل ستاين، هذه مرشحة من حزب الخضر كما نعلم. يعني بسؤال من نعم كنت أقول لك مرشحة حزب الخضر. نعم عمرو، نعم هو كذلك. عندما قمت بسؤال هؤلاء لماذا وهذه الأصوات تعتبر مهدرة، قال بعضهم بأن ليس لكاميلا هاريس عهد، وكذلك أيضا دونالد ترامب. على أي حال هذه الولاية سوف تظل حتى الساعات الأخيرة متأرجحة. أيضا هناك خبر غاية في الأهمية على هذه الولاية، ولاية ميشيغان وتحديدا مدينة ديربون، عفوا وارن، هذه المدينة وارن سيتي. هناك الأخبار الأمريكية اليوم طلعتنا بأن هذه المدينة سوف تظل حتى يوم الثلاثاء لن تقوم بفرز الأصوات فيها، وهذا هناك تخوف كبير من الديمقراطيين، حيث أنهم يقولون إذا لم تفرز أصوات الانتخاب المبكر سوف يكون هناك فرصة للرئيس السابق دونالد ترامب وحملته الانتخابية عمرو أن يروجوا أنهم فازوا في الانتخابات، حيث أن هذه المدينة هي مدينة ديمقراطية في الأغلب، ولكنها لم تستفيد ولا تريد الاستفادة من القانون الذي هو خاص بالولاية، القانون الانتخابي الذي كان في العام 2022. هذا القانون سمح لهذه الولاية أن ولاية ميشيغان بشكل عام أن تقوم بفرز الأصوات في الاقتراع المبكر لمدة 8 أيام قبل يوم الثلاثاء الكبير من يعني من الأسبوع القادم 5 نوفمبر. إذن سوف تكون هناك فرصة كبيرة لتزوير أو التلاعب على حد قول المسؤولين الديمقراطيين لأكثر من 20,000 بطاقة أو استمارة اقتراع، وهذا ما جاء في أغلب الصحف الأمريكية ما يجعل المشكلة تتأزم هنا في ولاية ميشيغان. أما هذه الولاية أيضا من الجانب العربي والإسلامي أيضا ما زال الاستقطاب وما زالت استطلاعات الرأي تأتي بطارة إلى جانب كاميلا هاريس،
ثم تعود لتأتي مرة أخرى أكيد. وستظل يعني متأرجحة حتى يوم الثلاثاء، يعني هذا التأرجح الكبير سيستمر أعتقد حتى في كل الولايات. اسمح لي أن نلقي نظرة على أيضا واحدة من الولايات المتأرجحة والتي تشهد يعني لا أقود فقط منافسة حامية وإنما أعصاب مشدودة بين كلا الحزبين في بنسلفانيا. رامي جبر حيث أنت، لك التحية. يعني أيضا كيف يبدو المشهد؟ حالة التوتر والشد والجذب بين المعسكرين هي شديدة جدا في بنسلفانيا، هناك الكثير من الأمور حتى المتعلقة بالتصويت والفرز والفرز المبكر. أرجوك ضعنا في الصورة. مرحبا عمرو، هناك عدة نقاط في البداية أريد أن أستعرضها. ربما النقطة الأولى ليست بعيدة عما كان يتحدث عنه الزميل ياسر نور الدين في ميشيغان، وهي أن هناك بالفعل دعوات نشطة هنا في بنسلفانيا، خاصة في مدينة فيلادلفيا التي أقف فيها الآن، وهي واحدة من أكبر وأهم مدن والتجمعات السكانية في ولاية بنسلفانيا. هناك حملات نشطة يطلق عليها اتركوا هارس أو لا تنتخبوا هارس. هذه الحملات كان لها تظاهرة منذ قليل، أو شاركت في تظاهرة أو احتجاج منذ قليل عند مبنى البلدية، بلدية فيلادلفيا، وهذا الاحتجاج كان داعما للقضية الفلسطينية، وكان هدف هذه الحملة أن تقول كلمة من خلال هذا الاحتجاج وتدعو الناخبين في فيلادلفيا ألا يصوتوا لكمالا هارس وألا يصوتوا لدونالد ترامب أيضا، وأن يتوجهوا بأصواتهم إلى حزب الخضر ومرشحته للرئاسة جيل ستاين. يعني يبدو أن جيل ستاين ستحصد عددا من الأصوات سواء في ميشيغان أو هنا في بنسلفانيا أو حتى في ويسكونسن أو في نورث كارولينا بسبب هذه الحملات التي تدعو إلى معاقبة كمالا هارس ومعاقبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم التصويت لهارس بسبب الإبادة الجماعية في غزة. نقطة أخرى أريد الإشارة إليها وهو هذا المبنى الذي يظهر من خلفي، هذا هو متحف الفنون في مدينة فيلادلفيا وملحق به متنزه بنجامين فرانكلين. بعد يومين فقط من الآن يوم الاثنين سيشهد هذا المكان تجمعا حاشدا لكمالا هارس، سيكون هذا التجمع ربما الأخير قبل يوم الانتخابات مباشرة. هذا التجمع سيكون هنا في هذه البقعة التي أقف فيها الآن، وبالطبع المشهد سيكون مختلفا تماما يوم الاثنين هذا مع يعني تجمعات أن كبيرة ستكون هنا. الديمقراطيون حتى اللحظات الأخيرة يعني يتخوفون من الكتلة التصويتية في بنسلفانيا. بالتأكيد يتخوفون منها، وهناك عدة مؤشرات. يعني دعني أقول لك إن في نفس اليوم الاثنين الذي سيشهد هنا في فيلادلفيا تجمعا لهارس، في نفس اليوم سيكون هناك تجمع آخر لهارس في مدينة بيتسبرغ، إحدى المدن الكبرى أيضا في ولاية بنسلفانيا، وفي نفس المدينة بيتسبرغ سيكون ترامب موجودا هناك. الصراع هنا في بنسلفانيا يطلقون عليها جوهرة التاج، هي الولاية المتأرجحة ذات 19 صوتا في المجمع الانتخابي، أكبر ولاية متأرجحة من حيث عدد الأصوات في المجمع الانتخابي، وخامس أكثر ولاية على مستوى جميع الولايات الأمريكية من حيث عدد الأصوات في المجمع الانتخابي 19 صوتا. كل ذلك يدعو الديمقراطيين والجمهوريين إلى التسابق على بنسلفانيا هنا، ورغم أن ربما هنا في فيلادلفيا على الأقل أسهم هارس ترتفع قليلا نظرا لأنها تجمع مدني وفي بيتسبرغ أيضا، ولكن لا ننسى أن هناك الكثير من المناطق النائية والريفية في بنسلفانيا التي تصوت عادة وتاريخيا لترامب. لذلك الصراع يشتعل بشكل كبير هنا في بنسلفانيا ما بين الطرفين، خاصة وأن هناك فقط معلومة صغيرة أريد الإشارة إليها. في بنسلفانيا عدد الذين سجلوا في انتخابات 2024 كديمقراطيين كناخبين ديمقراطيين أقل ب200 ألف ناخب ممن سجلوا في 2020، والعكس عند الجمهوريين، من سجلوا في انتخابات 2020 أكثر ب200 ألف ناخب هذا العام من عام 2020، وهذا يعني أن ربما التركيبة السياسية لهذه الولاية تتغير، وقد نشهد هذا التغير في نتيجة الأحمر. هذه الانتخابات يعني. نعم طيب أشكرك شكرا جزيلا رامي يعني على هذه المعلومة المهمة. اسمح لي نتحول أيضا إلى واحدة من الولايات المتأرجحة التي ينظر إليها كلا المعسكرين بشكل كبير جدا وهي ويسكونسن، ومعنا من هناك الزميل ممدوح أبو الغنم. ممدوح أيضا تحياتي لك، أرجوك ضعنا في جديد المشهد في ويسكونسن.
نعم، أنا هنا في ويسكونسن في مدينة مالوكي، هي أكبر المدن في ولاية ويسكونسن. ولاية ويسكونسن عدد السكان حوالي 6 ملايين نسمة. المشكلة في ويسكونسن أو في مالكوم أن الديمقراطيين يخشون أن يخسروا هذه المدينة. كامالا هاريس كانت موجودة هنا ليلة أمس، و غدا سيأتي الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق باراك أوباما إلى هذه المدينة يوم الأحد. طبعا أنا كنت هنا في مركز الاقتراع، مراكز الاقتراع بسبب عطلة نهاية الأسبوع عملت فقط لمدة 4 ساعات هذا اليوم. تحدثت مع الكثيرين ممن كانوا متواجدين هنا للتصويت، الآن المركز مغلق كما قلت، يعني أغلبهم لا يعجبهم هذا الانقسام الحاد إن جاز لي التعبير في المجتمع الأمريكي. يعني الانقسام كان واضح من خلال استطلاعات الرأي، متقارب جدا في مدينة مالكوم، وهذا يعني أثر على الديمقراطيين بصورة مباشرة، لأن هذه المدينة هي التي حسم أو إحدى المدن الهامة التي حسمت فوز الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما. في هذه المدينة باراك أوباما تمكن من الفوز على دونالد ترامب. الإقبال على التصويت المبكر، يعني كان هذا الإقبال في هذه المرة من قبل الجمهوريين بشكل أكبر من الديمقراطيين، وهذا الإقبال هو الذي يخشى منه الديمقراطيون الآن. لذلك بدأوا في تحشيد الأصوات وتحشيد الناخبين بشكل أكبر وبصورة أوسع كي يتمكنوا من الحصول على أصوات الناخبين في هذه المدينة، لأن هذه المدينة هي الأساس في ولاية ويسكونسن. الديمقراطيين لهم جذور في المدن الأخرى وفي الضواحي في ولاية ويسكونسن، لكن هذه المدينة هي الأكبر وهي التي يراهن عليها الديمقراطيون بأنهم سيحسمون الولاية من خلال مدينة مالكوم. أشكرك شكرا جزيلا الزميل ممدوح أبو الغنم من ويسكونسن، وكذلك شكر موصول لياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في ميشيغان، وكذلك لرامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من بنسلفانيا. شكرا جزيلا لكم زملائي.